وزير التربية والتعليم لم يحصل أي طالب على مجموع 100% بنتيجة الثانوية العامة، ولم يحدث تسريب لأسئلة الامتحانات. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد أي طالب حصل على مجموع 100% في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، ولكن هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد الامتحانية. وأكد الوزير كمان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 759,676 طالب وطالبة، جاءت نسبة النجاح كمان للبنين 80.6% وللبنين والبنات كمان 77%، والنسبة العامة لنجاح هذا العام بلغت 78.8%، ونسبة النجاح في المدارس الحكومية بلغت 84% ومدارس اللغات 70%. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد كمان أن عدد اللجان اللي عقد بها امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وأن هناك 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأنه تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وكفر الشيخ والإسكندرية والجيزة كانت أكثر المحافظات مخالفة في امتحانات الثانوية العامة. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال لم يحدث أي تسريب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ولكن بعد بدء امتحانات الثانوية العامة كان يسمى غشاً، وهناك باركود على ورقة الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله في غضون 5 دقائق. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قال كمان أن هناك 812 طالب مخالفين، تم إحالة 641 طالب للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين ملاحظ عددهم 199 ملاحظ، كلهم تم إحالتهم للشؤون القانونية. كمان عندنا أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات، ولكن بتراجع الأسئلة وبيتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة، وبيتم مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان بتشكل من 10 خبراء، وكل ما قام خبراء اللجان بتحديده تم الأخذ به في التصحيح لضمان حقوق الطالب، ولم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة. طبعا يعني احنا بنقدم طبعا التهاني لكل طلاب الثانوية العامة طبعا من الأوائل وغير الأوائل، وعايزين ننوه تنويه هام جدا 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 ان الثانوية العامة ليست نهاية المطاف وليست نهاية الحياة.